محضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا، فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم. ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا، العم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير مساء الخير احبائي، مرحبا بكم. عمو يزيد سعيد جدا 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 باستقبالكم هنا في هذا معرض الانتاج الجزائري احبائي في قصر المعارض الجميل. شفتوا حتى ربي سبحانه وتعالى اليوم في اواخر شهر ديسمبر، شوفوا الجو كيفاش راه. شفتوا احبائي الحاجه اللي تكون فيها البراءه دائما تنجح يا اخي. احبائي قريتوا مليح؟ كامل قريتوا مليح؟ برافو 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 احبائي. على بالي باللي كامل نجحتوا في الامتحانات، والديكم راهم فرحانين بزاف. واش قالوا لكم والديكم؟ قالوا لكم مليح ولا زيدوا شويه؟ واش قالوا لكم؟ زيدوا. ها شفتوا الوالدين كاع ما يقنعوش، يحبوا دائما نتائج اكثر يا اخي. على بالكم علاش؟ على خاطر يحبوا لكم الخير، والديكم يحبوا لكم الخير احبائي. اذا بر الوالدين طاعه الوالدين احبائي لازم يا اخي. واش رايكم انا هذا الحفل راح نبداه باغنيه مهمه جدا. تعرفوا الاغنيه سالوني من اكون؟ راني نشوف كاين براعم هنا لابسين الالوان الوطني، الوان العالم الوطني، طلعوهم للهنا، طلعوا للبراعم هذو اللي لابسين الوان العالم الوطني باش نغنوا مع بعض. تعرفوا هالاغنيه؟ سالوني برافو. اعطونا الاولويه على الجزائر يا انس الله يخليكم. شكرا 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 شكرا. جمعيه ولا مدرسه؟ جمعيه. واسمها الجمعيه؟ جمعيه الانس الفتاه والطفل بولايه بودواه وبومرداس. الله يبارك، جيتونا من بودواه وبومرداس، خيار الناس. احبائي شكون يشارك؟ شفتوا المبادره اللي تلقت لها شركه رامي مع عمو يزيد واسمها ارسم جمال بلادي اللي درناها في جناح رامي، وكانوا اليوم معنا راح يكونوا معنا 10 فائزين يتلقاو هدايا. شكون اللي رسم في ارسم جمال بلادي يا فديدو؟ انا. رسمتي؟ واش رسمتي؟
أنا رسمت علم الجزائر وكتبت 1 نوفمبر. الله يبارك الله يبارك. راكم حابين شركة رامي مع مو يزيد يعاودوا لكم هذه المبادرة؟ تحبوا ترسموا؟ خلاص إذا تابعوا قناة عمو يزيد تي في، راح نعلنوا على الموعد القادم لهذه المبادرة. شكون يشوف قناة عمو يزيد تي في هنا في ديدو؟ صحة، هبطوا يديكم. وشكون يتعجبوا قناة عمو يزيد؟ هذه القناة نابعة من القلب، نابعة من القلب. أردناها جزائرية، أردناها تربوية، أردناها تثقيفية، أردناها ترفيهية، أردناها مرجع لأولادنا باش يتربوا بالقيم الجزائرية. إذن قناة عمو يزيد تقدروا توجدوها على النايل سات مع القنوات الجزائرية على تردد 10922 عمودي 27 1500، ولا روحوا برك على الموقع الانترنت عمويزيد.com ولا صفحة الفيسبوك عمو يزيد تي في. احنا ماذا بينا تعطونا آراءكم، تعطونا واش راكم تخموا، واش هما البرامج اللي حبيتوهم، باش هكذاك ان شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا عند حسن ظنكم. إذن سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. يلا نغنوها كامل معنا تحت زغاريتكم ينسى الله يخليكم. يلا سألوني من أكون. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راهي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون
في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري شكرا 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 احبائي حنا نعلموا لولادنا روح الوطنيه حنا نعلموا لولادنا الانتماء حنا نعلموا لولادنا يفتخروا بلي راهم جزائريين حنا نعلموا لولادنا بلي هو جزائري فقط ما يدخلش في اعتبارات اخرى مازالو صغير وليدي ولا بنتي تعرف بلي هي جزائريه وهو جزائري ويفتخر بهذا الانتماء يا اخي احبائي تفتخروا بانكم جزائريين تفتخروا برافو 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 واسمك بنتي سيرين سيرين اعطونا تحيه رحبوا لنا بسيرين على بالكم ذوي الاحتياجات الخاصه عند عمو يزيد وقناه عمو يزيد عندهم مكانه خاصه وانا عندي قناعه بلي انتم كذلك هاد الفئه ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم مكانه خاصه عندكم كذلك يا اخي احبائي اذا سيرين تغني معايا سألوني من أكم في الشرق والغربي سألوني من أكم في جناني وجنوبي قل أنا ترون أني جزائري قل أنا ترون أني جزائري برافو 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 والله يا أحبائي غير هذا شرف كبير شرف كبير شرف كبير أننا نكون نمر رسالة رسالة لأطفالنا رسالة مستوحاة من القيم الجزائرية من العادات الجزائرية كاين واحد الأغنية أغنية الاحترام أنا شخصيا نحبها بزاف بزاف علاش بالمرات الأولياء الأولياء اللي راهم هنا معانا مرحبا بهم محتاجين محتاجين توجيه بلك محتاجين يا اخي على بالكم مثلا وحده الام كي تكون ام جديده عندها طفل لاول مره مثلا تجيه الحمى واش دير على بالكم واش دير ام جديده وليدها غير كيما زاد ولا بنتها وجاتو الحمى واش دير تعيط ليماها على بالكم تعيط ليماها علاش لانه يماها عندها الخبره في التربيه شفتوا احبائي لذا الأولياء محتاجين هذا التوجيه هذه الأغنية أغنية الاحترام فيها رسالة عميقة 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 للأولياء مثلا كاين ولي أمر مثلا وليده ولا بنته يدخل مثلا ما يجيش من المدرسة مباشرة يروح يلعب ومن بعد يجي كي يدخل متأخر واش يقول له ولي الأمر يقول له يا أخي قلت لك هذاك العام ما تطولش برا يا أخي هكذا يقول لهم ولكن السؤال هل في يوم من الأيام هذا الولي وصى وليده ولا بنته ولا لا هذا هو المشكل مثلا تقول له يا أخي قلت لك هذاك العام ما تضاربش قلت لك هذاك العام ما تكذبش قلت لك هذاك العام ما ترفعش صوتك ولكن هل قلنا لولادنا هذا الشيء هذا مهم جدا على بالك وليدك ولا بنتك تقعدوا وتهضر معاه تقول له يا وليدي ويا بنتي على بالك ما لازمش تكذب خاطر كي تكذب ومن بعد يفيقولك تعود القيمة تاعك تنقص صحابك ما يحبوكش وكذا راح تتفاجأ بلي هذاك الطفل ما يزيدش يكذب أحبائي والله غير تربية الطفل اللي هي مسؤوليتنا كامل لازمنا نديرو اليد في اليد اليد في اليد لذا عمو يزيد دار هذه الأغنية هذه الأغنية الطفل يتساءل يقول له يا أبتاه واش يقول له تعالي يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام برافو الطفل يتساءل ما هو الاحترام فهمني حبيت نفهم هنا دور الأب ولا دور الأم كذلك واش يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي نعلم ولادنا ما يعيطوش كي يخرجوا مثلا انت تكون في البيت بالمرات وتشوف دراري يلعبوا برا يبداو يعيطوا انت بالك ما يخلوكش تكون مريض ولا بالك عجوزه تكون حابه ترقد ولا مريضه ولا انت تنزعج ولكن
لو كان احنا كامل نربي ولادنا باش ما يرفعوش صوتهم في الحي راح نكونوا مرتاحين كامل. هذه حاجة. ثانيا يقولوا يا أبتاه، قل لي معنى الاحترام، وش يقولوا؟ تعالي تعالي. لما تدخل إلى بيت ما لا ترفع، لا، عندما تدخل إلى بيت ما تطرق بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. برافو. لما تدخل بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. نعلم ولادنا طرق الأبواب حتى في البيت، يدخل عند خوه الكبير ولا أخته الكبيرة ولا نعلموه طرق الأبواب، حتى ما يجي لغرفة الوالدين ولا يطرق الأبواب حتى يقول له تفضل. راح ينتحيروا كيفاش هذاك الطفل راح يتعلم يستأذن، لأنه بالمرات الطفل يكون قاعد كيجي يهدر ولا تشوفوه يقاطع الكبار مثلا مثلا، ولكن هذاك الطفل اللي ما ربيتوش يستأذن يقولك من فضلك نقدر نهدر، راح تتفاجئ راح تصيب هذاك الطفل يستأذن بطريقة رهيبة. أحبائي تربية الجيل مهمة جدا. وكذلك عمو يزيد يقول في الأغنية يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، وش يقوله؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. نعلم ولادنا يديروا لشان، نعلم ولادنا يحترموا دورهم. يا أخي نغنوها مع بعض، تعرفيها؟ يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. تغنيها معايا، يلا نغنوا مع بعض. يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا
برافو 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 أحبائي، الاحترام ثم الاحترام. تحبيني؟ ماما أنا نحبك يا الشاطرة. واسمك؟ مريم. الله يبارك، جبتي معدل مليح مريم، قريتي مليح، برافو برافو برافو. وانتي تاني شحال جبتي معدل؟ الله يبارك، شاطرين، قاعد تقراو مليح هكذا. الله يبارك الله يبارك، شاطرين شاطرين شاطرين. الله يبارك الله يبارك، ربي يحفظكم احبائي. واش في روحي روحي روحي، وشن وشن، ديري بيجو بيجو. انا بيجو. واسمك؟ ميلينا. لينا. واسمك لينا؟ ميلينا. ميلينا. شحال شابة. هيا قعدي هنا معي. وي بنتي جيتي الاولى، الله يبارك، شاطرين. لازم تسجلوا، شفتوا برنامج اسرع جاوب القناة، اسرع جاوب، وين يكون منافسة بين طفلين. اذا احبائي باش تشاركوا في برنامج اسرع جاوب، سجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا عبر صفحة الفيسبوك، ولكن الاولياء هما اللي سجلوكم. يا اخي على بالكم 13 سنة فما تحت ما يروحش على الفيسبوك احبائي، الاولياء هما اللي سجلوه على صفحة عمويزيد تي في. يا اخي كي واحد ما يديرش الواجبات وتتراكم عليه الواجبات، واش يدير؟ واش يغني؟ واش يغني؟ ويلاتي يا ويلاتي بأشد العقاب، ويلاتي كامل. بأشد العقاب، غنيها معهم. ويلاتي يا ويلاتي لم أكن واجبي تعاقبني معلمتي إلى شد العقاب. برافو برافو برافو. إذا أحبائي هذه الأغنية دارها عمو يزيد باش يكون عندكم انتظام ونظام في أداء الواجبات، ما تخليهاش تتراكم عليك. عبالكم واش يقول عمو يزيد في أغنية الجد؟ راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. برافو برافو برافو. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. أحبائي ما تنتظرش الدرس كي تقراه اليوم، لازم مباشرة تراجعوا وخلاص. وكذلك دروس الدعم اللي راهم على قناة عمو يزيد تيفي، عجبوكم؟ وقتاش يمروا؟ أي ساعة يمروا؟ دروس دعم أستونس، كل يوم أستونس، يوم الأحد سنة أولى، يوم الاثنين سنة ثانية، يوم الثلاثاء ثالثة، يوم الأربعاء رابعة، ويوم الخميس سنة خامسة، وزدنا يوم السبت للسنة الخامسة لأنها سنة تاع امتحانات. يا أخي إن شاء الله نكون عجبوكم الدروس هذوك وتستفادوا منهم إن شاء الله إن شاء الله ربي يقدرنا. وكذلك حصة أسرع جاوب اللي هي حصة معلوماتية وحصة منافسات، تقدروا تشاركوا فيها أحبائي. يا أخي ويلاتي يا ويلاتي ستعاقبني بأشد العقاب. تغنوها معي كامل، لا يلا نغنوا مع بعض كامل، ويلاتي يلا. بأشد العقاب، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سهدى باللعب مع رفاقي،
أخلاقي نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي أقبلي معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب برافو برافو أحبائي لازم تشفوا على المقطع الأخير من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي برافو برافو معنا اليوم هدى جيبوا هدى تعالوا طلعوا لهدى يلا طلعوها هدى من ذوي الاحتياجات الخاصة هدى صديقة عمو يزيد منذ أكثر من 8 سنوات وين يكون حفل عمو يزيد؟ تكون هي وشيماء كيف كيف هي وشيماء كيف كيف أصدقاء عمو يزيد والله هذا الشرف عظيم وكبير كما أنتم بل كاين الناس هنا يتابعوا عمو يزيد منذ السنين ما نعرفهمش ولكن نحبهم ولكن نحبكم أحبائي أنتم كامل الله يبارك ربي يحفظكم ربي يحفظكم ربي يحفظكم ربي يحفظكم طلعوا لنا هدى هاي لك هدى جيبوا هدى لهنا يلا رجعها شويه هكذا هكذا واش راكي هدى راكي لاباس راكي فرحانه لكي هنا ايه توحشتك على قريب ما شفتكش على بالك خطواتك ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يخليك ربي يخليك والله ما تقدروش تتصوروا عمو يزيد على بالكم باللي هذا انا ننظر كل عمل يقوم به الانسان هو عمل مجهد يعني متعب وكامل ولكن هذا العمل اللي عمو يزيد يقوم به احبائي مهما تعب مهما كان صعوبات ولكن كي نشوفوا الابتسامه تاعكم كل حاجه تهون كل شيء يروح عبركم علاش لانها ابتسامه نابعه من القلب ابتسامه البراءه تعالوا ست فهم هنايا تعالوا الشاطرين انتما اروحي لهنا Thank you.
شركة رامي مع عمو يزيد هنا في قصر المعارض في إطار المعرض الوطني للإنتاج الجزائري، حبينا نديروا هذه المبادرة اللي هي أرسم جمال بلادي، على بالي بلي أطفالنا يحبوا بلادهم وعندهم تصورات، ils ont de l'imagination، كل واحد كيفاش يشوف جمال البلاد، ولكن الشيء والله ما قلنا لهم رسموا الأعلام ولا رسموا خريطة الجزائر ولا، قلنا لهم رسموا جمال بلادي. هم الجمال تاع البلاد معظمهم شافوه في العالم الوطني، والله غير شيء من أروع ما يكون أنه الطفل يشوف جمال البلاد في العالم الوطني وفي تضحيات الشهداء وفي ثورة التحرير وكامل، يعني شيء رائع، يعني باش تشوف أنت طفل أقل من 10 سنوات يفكر هكذا، والله شيء من أروع ما يكون. احنا رانا هنا باش ننميو هاد روح الوطنية، روح الانتماء، روح أنه الطفل يفتخر لما يقول أنا جزائري. يلا نشوفوا الرسم الأول. شفتوا القائمة تاع الفائزين على قناة عمو يزيد يا أخي؟ شفتوهم؟ راح نعودوا مبادرة أخرى، إذا تابعوا قناة عمو يزيد في الأيام القليلة في العطلة إن شاء الله راح نحاولوا نعودوا. يا أخي نديروها في العطلة، حبيتوا ترسموا في العطلة؟ خلاص نحاولوا ندير لكم مبادرة كما هذه في العطلة إن شاء الله، وتكون في مكان واسع إن شاء الله. تعالي بنتي أرواحي، واسمك الشاطرة؟ ليان. ليان، وري له حكميها معايا. شوفوا ليان رسمت جمال بلادي، شوفوا رسمت الشرق الغرب الشمال والجنوب والعلم في الوسط، يعني كلنا جزائريون يا أخي. واو 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 برافو. وهنا رسمت قلب كذلك فيه علم وطني جميل. برافو برافو بنتي، برافو برافو برافو. رسم الثاني، تعالي بنتي أرواحي. صحراؤنا الجميلة، إذن الجمل ورجل فوق الجمل ترقي على منظر رجل من الجنوب، الشمس الساطعة والخيمة كذلك هي شفت جمال البلاد في جمال الصحراء. جميل جميل بنتي، جمال. برافو برافو بنتي، ارجعي لمكانك. تعال تعال وليدي، واسمك؟ شرقي مصطفى أنيس. اسمك طويل، احنا كيفاش نعيطوا لك؟ مصطفى ولا امين ولا كيفاه؟ شرقي. عيطوا لك شرقي؟ يا اخي شرقي لقبك. لا لقبي. وانا عيطوا لك بلقبك ولا باسمك؟ باسمي. ايوا واش هو اسمك بصح؟ مصطفى. مصطفى، عاشت الاسامي. برافو وليدي برافو. شرقي مصطفى امين، شوفوا الرسم الجميل اللي داره لنا. اللي داره لنا مصطفى كتب دار علام وزوج حمامات رافدين الاعلام في السماء ومكتوب تحيا الجزائر. برافو برافو وليدي برافو برافو، جميل جميل جميل. تعالي بنتي. كاميرا تقدر تصوروا. إذا بنتي سلسبيل روابحي هكذا، الله يبارك الله يبارك. قالت لكم بلادي أجمل الأوطان، أجمل الأوطان، وهبها الله وهبنا الله بلادا جميلة، شعبها طيب ومناظرها خلابة وأراضيها ثرية. واو برافو 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 بنتي، بلادي أجمل الأوطان. برافو بنتي، برافو برافو برافو. تعالي بنتي اروحي ورينا الرسم تاعك. اذا واسمك بنتي؟ كركوب فرح، الله يبارك. اذا احبك يا وطني الغالي. اوه كتبت الناس سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون، انا جزائري يا رب انصر فلسطين. وش هو هذا؟ بينكس. بينكس ليمن ليك. واو في علم تاع الجزائر هذا؟ ايه. نلبسو دركا ولا من بعد؟ دركا. دركا خلاص. جاب لي بينكس اللي ما نقدرش ما نلبسوش. فوالا عطونا صغاري تاع الجزائر ينسى، الله يخليكم. عطونا صغاري اقوى. برافو برافو برافو، جميل. شكون مازال ما ولاليش الرسم تاعو؟ تعال
تعال وليدي. واسمك؟ تراشد محمد عبد الحميد. الله يبارك. واش رسمت لنا؟ رسمت لنا التراث الجزائري. شوف الكاميرا هكذا، احكي معايا هنا، تكلم لنا عليه. واش رسمت؟ رسمت التراث الجزائري اللي يعبر على الجزائر. الجزائر العميقة يعني. جميل جميل جميل، ولكن العالم الجزائري حاضر دائما. برافو 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 برافو. تعالي بنتي، تعالي الشابة، أروحي احكي معي الرسم. هضري لنا شوية على الرسم، هضري لنا عليه. رسمت مقام الشهيد والمسجد الأعظم، وهما أهم المناطق في الجزائر. برافو برافو، مقام الشهيد والمسجد الكبير، برافو برافو. وحمامة، حمامة السلام تاني. وطني أحبك لا بديل، برافو. أتريد مني الدليل، حبك في دمي ولن أميل. برافو برافو الشاطرة، برافو بنتي. يلا تعالي تعالي بنتي، أروحي الشابة. يلا إذن إسراء بن رواس كتبت لنا جمال بلادي. أوه شجرة بلون، شجرة بألوان العلم الوطني، وفيها شجرة فيها ثمار، يعني الجزائر مثمرة. برافو برافو بنتي، تفكير جميل 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 جدا، برافو برافو. تعالي الشطرة. يلا إذن أشواق لواس هكذا. الله يبارك. أحب الوطن كثيرا، أحب بلادي كثيرا. العالم الوطني موجود، والأزهار موجودة، والثمار موجودة، والحب موجود للوطن. برافو بنتي، برافو 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 برافو. يلا تعالي الشابة، تعالي أروحي بنتي. برافو. إذن رحمة زاوي قالت لك أحب الجزائر بلاد المليون شهيد، مليون ونصف شهيد. 5 جويلية عيد الاستقلال، أنا أحب بلادي جدا، ثورة نوفمبر، وشكرا عمو يزيد. بنتي لا شكر على واجب، يعطيك الصحة. رسم جميل جميل جميل، استمتعتي بالرسم؟ نعم. عجبك الحال؟ واش مسنة تقراي؟ ثانية متوسط. الله يبارك، جبتي نتائج مليحة. واش قالوا لك ماما وبابا؟ زيدي شوية. لا لا، قالوا لك مليح. أول مرة نسمع وحدة تقول لي ماما بابا قالوا لي لا لا مليح، هكذا وحبسي هكذا. ما شكيتش ما شكيتش، قالوا لك خلاص يعني تقدري ترتاحي، روحي ترقدي. ما شكيتش ما شكيتش. الوالدين توجور يا أخي، الوالدين يحبوا دائما أكثر. لا لا هذا يعني إحساس شرعي، إحساس شرعي، سنتيمون ليجيتيم للأولياء، دائما يحبوا أولادهم يكونوا متفوقين، يكون عندهم نتائج جميلة. برافو بنتي، برافو برافو. إذن الفائزين، الفائزين عندهم هدايا، هدايا هدايا من شركة رامي، وهدايا من عند عمو يزيد. إذن تعالوا تعالوا تعالوا، هدية عمو يزيد اللي تتمثل في بوزل، بوزل عمو يزيد اللي تقدروا تسيبوها في كل المكتبات. اليوم عمو يزيد يهديه لكل فائزين. أعطوا لهم الفائزين، أعطوا لهم، يلا أعطوا الفائزين تفوفوا. يلا وعطيني الهدية تاع رامي، وراهي عطيني الهدية تاع شركة رامي وراني نشوفها واش فيها. بين هدية جميلة، أو نحلوها. جميلة جدا. إذن هي عبارة عن حقيبة فيها كرة، ان بالون، وفيها مايو. أعطوا لهم الهدايا، أعطوا لهم الهدايا تاعهم. برافو برافو برافو. وديروا البازل داخل، افتحوا ديروا البازل داخل، عاونوهم عاونوهم، ديروا البازل داخل هكذاك باش ما يكونش عندكم بزاف حوايج ترفدوهم. اذا مبروك مبروك. واش رايكم نغنوا مبروك النجاح عليكم؟ تعرفوها؟ ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي. مبروك النجاح عليكم. برافو.
بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي يا كلي تعبينا. برافو مبروك النجاح عليكم. العقوبة الشهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة. احنا هذه الأغنية ننويها عليكم كامل اللي فزتوا وكامل اللي نجحتوا وكذلك ننويها على الفائزين في هذه المسابقة اللي نظمتها شركة رامي هنا في قصر المعارض في إطار المعرض الوطني للإنتاج الجزائري. يلا إذن بذلت مجهود وتعبت تغنوها كاع معايا بالصحة. يلا يلا نغنوا مع بعض. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي تعبينا. مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين. مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك. هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. نجاحكم هو الاساس لعقوبة الشهادة اخرى شهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة. نجاحكم هو الأساس لعقوبة الشهادة أخرى لعقوبة الشهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا يا كلي تعبينا. لو ناويين على اولادنا الله يخليكم. اذا نجاحكم هو الاساس لعقوبه الشهاده اخرى بكالوريا وزيد ليسانس وان شاء الله تاني وان شاء الله تاني دكتوراه. احبائي احبائي العلم نور والجهل اطلبوا العلم من المهدي إلى اطلبوا العلم ولو في الصين. أحبائي أول آية نزلت على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم أول آية اقرأ باسم ربك صدق الله العظيم. أحبائي العلم قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو الخمم فالعلم رهين بك قلمي قلمي صغير الحجم ولكن
بفضلك سمت نحو العلم. برافو. يلا نغنوا كامل. قلمي به أرسم وبه أكتب ما يجول بخاطري. يا أخي يلا قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري. أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري. أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله. سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله. سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. شكرا شكرا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء. كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء. كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا. أحببناكم أحببتونا. سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا. أحببناكم أحببتونا. سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شو 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 نحبك عمو يزيد بزافة.
شكرا عمو يزيد، شكرا ناني. نحب عمو يزيد ونحبه أكثر. شكرا عمو يزيد وشكرا يا رامي. نحب عمو يزيد وشكرا رامي. نقول لعمو يزيد شكرا ونشكره على هذه الحفلة قاعيتي. يعطيك الصحة عمو يزيد. أشكر عمو يزيد على هذا الحفل وأحبه كثيرا. شكرا جزيلا يا عمو يزيد، إن شاء الله تعودها لنا هذه الجاية. أشكركم على الحفل، شكرا قدمتوا إلينا عمو يزيد وشكرا له.